السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية. ساعات قليلة تفصلنا عن بداية سنة جديدة ونهاية عام كان صعب جدا. هذا العام اللي حمل معاه أمور ما مرت علينا في تاريخ حياتنا، نحن على الأقل مرت على ناس قبلنا. هذا ليس أول مرة يصيب الناس وباء أو طاعون، لكن نحن في حياتنا ما مر علينا يمكن عام مثل هذا العام. هذا الفيديو ممكن يعطيك شيء مهم جدا. صدقا هذا الأشياء اللي بدي أحكيها اليوم غيرت حياتي وجعلتني أكثر تقبلا لأمور كثيرة حدثت في حياتي، منها فقدان والدتي لمرض السرطان، فقدان أختي الصغيرة بدون أي سبب إلا أن الله يعني أراد في عمرها الصغير أن ترحل. علمني كيف أقف وقت ما كانت في مشاكل، سواء على المستوى المادي على المستوى الاجتماعي. لذلك أنا هذه النصيحة سأعطيها وسأهديها لكم مع نهاية هذا العام. أنا أخرت هذا الفيديو، حبيت أنه يكون مع نهاية العام، فأتمنى أنكم تسمعونا وتشوفوا نحن شو رح نحكي. وجرب حتى لو كنت مش طايقني، جرب، يعني الحكمة ضالة المؤمن. جرب، بس جرب، شو خسران، جربها بس تجريب، وإن شاء الله الأمور بتتحسن. وساعتها يعني إذا تذكرتني ادعي لي بالخير. أصعب شيء وأكثر شيء بتعاني منه الناس الأرق، التوتر، الضغط، الحزن. وهذا الشيء مثل التيار الكهربائي اللي ماشي فينا 24 ساعة، واللي زعلان على رزقه، واللي زعلان على وفاة أقاربه، واللي زعلان من الدنيا، واللي زعلان من زواجه، واللي زعلان من زوجها، واللي من زعلان من أولاده، كلياتها حزن ومشاكل وأرق. والكل يبحث يمكن على ما يسمى بالسلام الداخلي. هل يوجد ما يسمى سلام داخلي؟ ولو افترضنا أنه موجود، وين ممكن ألاقيه؟ اليوم هذا الفيديو لن يتكلم بشكل يميل إلى دين أو شريعة. هذا اللي بدنا نتكلم فيه اليوم علم، وكل واحد راح يربطه بحياته بالطريقة اللي يشوفها هو مناسبة له. أنا راح أنتقل لوحة الوعي كما عودتكم، وصدقا هذا أهم فيديو ممكن تحضروا على الأقل على صفحة الدكتور حسن المزين مع نهاية هذا العام. كلنا يريد الوصول إلى السلام الداخلي، لكن حتى تصل إلى السلام الداخلي في شغلتين بدك تعملهم ضروريات جدا. ما هم أو ما هما؟ خلنا نشوف. السلام الداخلي الذي يبحث عنه الجميع. أولا يجب أن تقبل الموت، أن تتقبل الموت. وثانيا تقبل أنك أناني. يا ساتر يا رب، شو هذول يا دكتور؟ العكس تماما مفروض، يعني مفروض الإنسان يبعد عن الأنانية، وبعدين إيش اللي أتقبل الموت؟ يعني أنا بدي عشان أعيش بدي أتقبل الموت. حنحكي بالتفصيل عشان تشوف قديش نحن ما عنا وعي كثير. كلنا الموت، كلنا بنعرف إنه حقيقة واقعة. بتجيب مسلم، بتجيب مسيحي، بتجيب يهودي، بتجيب بوذي، بتجيب هندوسي، بتجيب ملحد، بتجيب شخص بيعبد بقرة، صرصور، كل البشر اللي على هاي الكرة الأرضية بيعرفوا حتمية الموت. لكن ماذا أعني بتقبل الموت؟ تقبل الموت أن أعلم وأدخل في حقيقة هذا الموت. الفكرة معظم الناس لا تعيش وغير قادرة على إنها تكون سعيدة في حياتها وتصل إلى سلامها الداخلي، لأنها تتناسى الموت، متناسيته. هي تعلم أنه سيقع لكنها مستبعديته، أو غرقانة في النظر إلى الموت كلحظات، ألم الموت، طلوع الروح، الألم، الوجع. لكن ما حدا فكر أنك أنت لما تفكر بحتمية الموت في فوائد بتطلع فيها، وهي فوائد مهمة جدا. أولاً أنه قدر محتوم، بمعنى آخر أنت عليك أنك تأخذ بالأسباب، لكن لا طبيب بينفعك. لما يجي الأجل الطبيب ما رح ينفعك، لما يجي الأجل أهلك ما حينفعوك، لما يجي الأجل الفلوس ما رح تنفعك. والدليل ملوك بتموت، وأغنياء بيموتوا، وفقراء بيموتوا، وأطباء بيموتوا، وفي ناس بتموتوا هي كبيرة في السن، وفي ناس بتموتوا هي شباب. ما في شيء بينفعك لما ينتهي الأجل. فأول شيء نصل له، أنت ليش خايف؟ هو قدر ومكتوب، في لحظة مكتوب لك فيها تموت. تفكر حالك أنك أنت ممكن تأخذ احتياطات، والله لو كنت في برج زي ما حكى القرآن، حتى لو كنتم في أبراج، إذا جاءت ساعة الموت ستأتي. فأول نقطة
إنه هذا قدر ومحتوم وله ميقات، وبالتالي أنا ليش أفزع وأخاف وأواوا؟ هو قدر وسيأتي في قدر، وأنا كل اللي علي أخذ بالأسباب. لا تلقوا بأنفسكم في التهلكة. بس النقطة الثانية ممكن تستفيدها من الموت، تفاهة الخلافات. اسأل أي واحد في لحظة قاعد يموت فيها وبتطلع روحه، اسأله بهاللحظة إذا قدرت تسأله، لأنه راح يكون مشغول بشيء آخر وراح يكون بصره صار حديد. اسأله مستاهلة؟ قطيعتك مع خواتك مستاهلة؟ مشاكلك وتفاهاتك وصراخك وليش ما عملت الشاي وليش الأكل بدون سكر بدون ملح، أكل بدون سكر بدون ملح، والقهوة طلعت ريحتها طالعة، وبديش أروح عند أهلك، بديش أزور أمك، بديش أزور هذا، الأولاد جننوني. في لحظة اللي عم تطلع الروح، عم تتاخذ الروح، هاي المشاكل إلها دور؟ الإنسان لما يكبر ويوصل لمرحلة إنه خلص بكرة الموت ولا بعد ساعة ويكون عارف، شوف اسألوا الناس اللي راحوا على الدكاترة وحكوا لهم الدكاترة ضايل معك شهر. أنا أذكر تماما لما رحنا الراجع الدكتور وقت وفاة والدتي، أذكر تماما الطبيب لما يعني قال لنا بالحرف يعني إذا عاشت شهر فهذه معجزة، يعني إذا عاشت شهر، إذا قعدت لشهر هذه بدها تكون معجزة. في هذه اللحظة اسأل أمي واسألني واسأل كل إخواني، في شيء بيستاهل الزعل؟ في شيء بيستاهل التعب واني انا اقعد ارهق نفسي واعصابي؟ في شيء بيستاهل اني انا ما انام على المخدة وانا مرتاح لاني عارف انه اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون؟ خلاص بس يجي الاجل حيجي الاجل. فكل الخلافات بتصير تافهة لما تتقبل حقيقة الموت، مش تقول انه انا راح اموت، لا، في فرق. احنا بنتكلم هون على تقبل. عيش اللحظة. لا شك إنه الإنسان لما يتقبل فكرة الموت، أنا مرات بسأل حالي أنا عايش في سلام مع فكرة الموت؟ ممكن أموت اليوم، ممكن بكرة، ممكن بعد شهر. شفت الموت بكل أشكاله، فقدت ناس صغار بالسن، فقدت ناس كبار بالسن، فقدت ناس متوسطين العمر، فقدت ناس مريضة، فقدت ناس أصحاء، أصحاء بكامل قواهم وصحتهم. فبسأل حالي سؤال، إيش المفروض أني أعمله؟ مش مطلوب مني يمكن أكثر مني أعيش لحظتي؟ إذا أنا مش ضامن بكرة، ليش ما عيش اللحظة؟ ليش بدك تموت مكشر؟ ليش بدك تموت حزين؟ ليش؟ اسأل حالك ليش؟ ليش بدك تموت أعصابك تعبانة ومستفز؟ ليش بدك تموت وانت قاعد بتسب وبتشتم على الفيسبوك؟ ليش؟ يعني ليش؟ مستاهلة؟ وعند الله تجتمع الخصوم. عدل مطلق. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتخلينا دائما حاسين بالحزن غياب العدل. وين العدل يا دكتور؟ وين العدل؟ ألا يكفي أن الموت لا يميز؟ أجمل ما في الموت أنه لا يميز، إنك ميت وإنهم ميتون. في أكثر من هيك عدل؟ هل تعلم أنه هذه أكبر دلالة ودليل على وجود الله؟ أنه الكل بيموت؟ تعرف أنه أي إنسان ملحد لا يؤمن بوجود الله؟ بسأله سؤال واحد، بقول له طالما إنه ما في رب، ليش ما في ناس بتعمر؟ ليش ما في ناس بتعيش فترات طويلة؟ أجمل ما في الموت إنه عادل، سيحصل للجميع. وعندما تقتنع إنه في عدل في الموت، كثير من الأمور في حياتك تتغير، تفكيرك في الحياة بيختلف. لا تحزن كثيرا على شخص مات، لأنه في عدل، الكل حيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. بتبطل تفكر في إنه فلان ظلمك وفلان قهرك وفلان كذا وفلان كذا، كله رح يجي على الحفرة، كله جاي. ظالمك عنده قدرات أكثر منك الفترة هاي، غاصبك، مجتمع ذكوري مانعك من الطلعة، مانعك من الكذا، منكد عليك، منكد عليك، بياخد حقك. وعند الله تجتمع الخصوم، كله حيموت. شايف أقوى رجل بالعالم أبو عضلات هذا اللي حيموت، شايف الدكتور البروفيسور خبير الفيروسات والول حيموت، شايف الشخص اللي ما معاه شهادة وقاعد في البيت هيك عادي مع أولاده حيموت، شايف ابنك اللي صغير لسه وتاتا حيكبر ويموت، كله حيموت، كله رايح. هاي رحلة قصيرة. واللي حيعيش قديش حيعيش؟ 100 سنة. تعال نحسب إذا شخص عاش 100 سنة، شلي منهم 20 سنة طفولة ومراهقة، وشيل منهم آخر 20 سنة تعب وإرهاق ومش قادر يتحرك وذاكرته ضعفت، والله يحمينا ويحميكم من أرذل العمر. شو ضل من الحياة؟ قديش بدي يعيش؟ هاي شلنا 40، ضايل 60، وين قضاهم؟
خصام وتعب وإرهاق ومش قادر أنام يا دكتور، خايف من بكرة يا دكتور، وباكل أظافري يا دكتور، وبهز رجلي يا دكتور، وأنا مكتئب يا دكتور، وزعلان من جوزي يا دكتور، وأنا ضحية المجتمع يا دكتور. حتموتي، وهو حيموت، والمظلوم حيموت، والظالم حيموت، ولن يبقى إلا الله. هذه حتمية الموت، هيك الواحد بيفكر فيها. وهذا لما نفكر فيه بيقودنا للنقطة اللي بعدها. لا تقول أو لا تقل، أنا آسف، مفروض يكون اللام متصلة عشان اللغة العربية. ها بدنا نصلحها. لا تقل وداعا ولكن إلى اللقاء. وهذا الموضوع بيحل لنا مشاكل كثير لها علاقة بالحزن اللي بيجي للناس اللي بتودع ناس وبتموت. في ناس السنة ماتت بكوفيد على أساس يعني لو ما إجانا كوفيد الناس ما حتموت. الناس بتموت يعني يوميا، في ناس بتموت ورح يضل الناس تموت، هو نحن رح نكدس في العالم، هو إشي طبيعي. لكن كلما يموت إنسان، يعلم الله، عندما ماتت أختي وكانت أصعب وفاة في حياتي، كل اللي كان على لساني شيء واحد، لا أقول وداعا ولكن إلى اللقاء، إلى اللقاء. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه اللي هو كان مثال Black Lives Matters، لأنه سيدنا بلال كان أسود البشرة، أسود، وكان هو حبشي، ولكن كيف كرم وأصبح مؤذن ومؤذن الرسول. هذا الرجل عندما الصحابي الجليل عندما جاء لتوفى ليموت، تقول الآثار أنه زوجته سألته كيف تشعر، فحكى لها كلمة جميلة، قالها غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هذه كل تفكيره، أنا رايح ألقى ناس راح ودعونا. لما تكبر بالعمر ويصير شعرك زي هيك أبيض، بتصير تفكر إنه اللي صاروا في الجهة الثانية أكثر من اللي موجودين الآن. بتلاقي أمك، أبوك، جدك، جدتك، أصدقاء، الناس بتصير تودع، وبصير إلك رصيد عند ناس رحلت قبلك. يمكن وظيفتك بتكون طالما أنت باقي تحاول تضمن بشكل أو بآخر إنك تبعت لهم حسنات، وعمل العبد ينقطع إلا من ثلاث، جزء منها الصدقة الجارية أو العلم اللي ينتفع فيه. وبالتالي أنت ممكن أنك تعد مسكنك ولقائك معهم وأنت لسه عندك هاللحظات اللي محسوبة في حياتك اللي باقية. لا نقول وداعا ولكن إلى اللقاء. وهذا اللي بيصبر قلب أم فقدت ابنها، وهذا اللي مفروض يصبر بنت متعلقة بأبوها وتوفى أبوها الله يرحمه. يا بنتي أبوك توفى بس أنت كمان رايحة وراه، ويا ابني اللي ماتت أمك وكنت متعلق بأمك، أمك راحت بس أنت كمان راح تلحق وراها. ليس وداع ولكن إلى اللقاء، على أن نلتقي إن شاء الله عند الرحمن الرحيم. آخر نقطة، أترك خلفك ما يدل على أنك كنت هنا. وهاي النقطة أنا بدي أوقف عندها شوي. بعد ما أتقبل فكرة الموت، شوف كيف انتقلنا من فكرة موت لفكرة عمل وأداء، لأنه أنت اليوم رح ترحل، بس شو رح تترك وراك؟ رح تترك وراك مناديل كلينكس من كثر ما كنت تبكي؟ رح تترك وراك ناس تقول الحمد لله خلصنا منه، الله يرحمه كان طول نهاره يشكي ويبكي، الله يرحمها عاشت حزينة وماتت حزينة. هدول الناس بينتسوا بسرعة. أما الذي لا ينسى هو من يترك أثراً خلفه. لما بتمشي بالشارع وبتشوف شجرة، وبتشوف شجرة عملاقة زي شجر الزيتون واللاتين، الشجر هذا اللي بيعيش وبيعمر، بتقول مين اللي زرعها؟ في شخص في يوم من الأيام رمى هالبذرة، وكل شخص يستظل في هذه الشجرة أو يأكل من ثمارها أو حتى يمتع عينه برؤيتها، هذا الشخص يؤجر عليها. اتركوا خلفكم، اتركوا خلفكم ما يدل على أنكم كنتم هنا. اترك خلفك عمل صالح. إيش بدك تترك وراك؟ فيسبوك مليان نكت ومزح، ونكت ومزح يعني كلياتها تحطيم للمعنويات، كلياتها تدمير للنفسية. نكت ومزح على 2020 وال 2021 عمرها ما حتصير. انتبهوا مما تضحكون عليه، فأفضل طريقة لغرس وبرمجة الدماغ النكتة. الضحكة هي أفضل طريقة للبرمجة. لذلك أي نكتة ومزحة تؤدي أو تكون بشكل فيه نوع من أنواع السخرية المبنية على السلبية، مبروك، ألف مبروك عليك، رح تضلك سلبي ورح تضل طول عمرك سلبي. لأنه الشيء اللي بتاخده بضحكة والشيء اللي بتاخده بدمعة، أي مشاعر جياشة
المعلومة اللي بتيجي في هاللحظة بتضلها محفورة حفر في دماغك، فأترك خلفك هذه هي حتمية الموت. هكذا نفكر في الموت. إذا أنا فكرت في هالطريقة بعيش مرتاح، عمري مكتوب ورزقي مكتوب، واللي ظلمني حيجي وراي، واللي ظلمته الله يسامح، أروح أطلب منه السماح قبل ما أروح وأبطل أقدر أرجع له حقه، ولا راح أتخاصم مع حدا ولا راح أزعل حدا، وإذا زعلت حدا بطبيعة أني أنا بشر بطلب منه السماح لأنه ممكن أموت في أي لحظة. هذه هي روعة أنه الإنسان يفهم حتمية الموت ومعناه وماهيته. النقطة الثانية، ننتقل مرة ثانية، تقبل أنك أناني. طيب أنا بدي أوقف هون. طيب اسمعوني كثير منيح، أنا بحبك. هاي الكلمة اللي الناس بتفكر إنه الإنسان لما بيحب هو بكون في قمة إيثاره، هذه قمة الأنانية. الإنسان بطبيعته أناني لكنه لا يعترف بهالموضوع، وهي المشكلة إنه ما بده يعترف. مشكلته إنه ما بده يعترف. وتجد المرأة بتقول لك أنا زوجي أناني، هل تعلمي إنك أكثر أنانية منه؟ تعرفي ليش؟ لأنك بدك تغيري جوزك بطريقة تناسبك حتى تشعري بسعادتك. اللي بيحكي لك أنا بحبك هو ليش عم بحكي بحبك؟ هاي معناها أولاً إنه هو بدأ بأنا، والأنا أنانية، أنا أحبك. ثانياً هاي معناها إنه أنت بطريقتك هذه تجعلني أشعر شعور جميل في داخلي. هل معنى ذلك أن الأنانية شيء كريه ولا شيء جميل؟ لا، نحن بدنا نعترف أولاً أن نحن أنانيين عشان نعرف كيف نآثر الإيثار. الأنانية مش أنه سيدتي، هلأ بتسمع كثير في اللايف كوتشنج، انتبهي لحالك، اتركي جوزك، تفكريش بولادك، أنت أهم إنسانة بالدنيا. هذه مش أنانية، هذا استهبال، هذا هبل. لا، اهتمي بجوزك واهتمي بولادك لأنك أنانية. اهتم بكل من حولك لأنك أناني. لما تعترف وتتقبل أنا شخص أناني يا جماعة، أنا أناني، أنا ليش أنكر أني أناني؟ لا، أنا أناني، أنا بحب ذاتي وبحب حالي أولا وثانيا وثالثا. لكن حتى أحب حالي، لحظة شوي، أنا قبل شوي كنت أحكي في الموت. طب أنا عشان بحب حالي أنا راح أقدم للناس. أنت لما بتعطي صدقة لإنسان قديش بتعطي؟ دولار؟ 2 دولار؟ 3 دولار؟ تغدى؟ شبع؟ طب وبكرة؟ ما هو رح يرجع يجوع. بس انت حصلت على شيء مهم جدا، انك انت حصلت على ذلك الشعور الجميل بانك حسيت بغيرك، وهي هي الأنانية. فما أجمل أن تعترف بأنانيتك ثم توجه أنانيتك لفعل الخير، وتنظر إلى ما وراء من تعطي. انظر إلى ما وراء من تعطي. عطائك لجوزك ليس لزوجك، عطائك لزوجك. تعالي أجيب لك مثال عشان هذا أكثر مثال. أنت لما بتعطي جوزك عم ترجعي صدقة لأهلك اللي ربوك صح، الله يرحمهم إذا ميتين ويرحمهم إذا عايشين. ربوك صح، ربوك بنت أصيلة، فاليوم هم عم باخذوا حسنات، عايشين ولا ميتين، عم تأدي لربك. أنا ما بحكي إنك تصبري على الضرب والهذا، هذا موضوع مختلف. نحن بنحكي على الخلافات العادية، مش سائل فيني، ما انتبهش على لون شعري، ما بحكيش معي، ما عندوش عاطفة. أنا بنحكي على هالمواضيع. كل نقطة عرق بتنزل وإنت عم تربي أولادك تقول يتحملين جميلة. ليش؟ ليش بتحمليني جميلة؟ ليش بتحملي أولادك جميلة؟ أنا ضحيت عشان لا تشيلوا كلمة تضحية، شيلوها من قاموسكم. التضحية كلمة سلبية، لأنه تضحية بتجي كمان من التضحية، جاي من كلمة أنا ضحية. وأنت لما تعترف أو تبدأ ببرمجة نفسك على أنك ضحية تصبح ضحية. لست سيدتي ضحية، أنت لما قدمتي لأولادك قدمتي لأنه هذا التقديم كان يجعلك تشعري بشعور جميل تجاه أمومتك. هاي غريزة. ليش بتحملي أولادك جميلة؟ ليش بتحمل أولادك جميلة؟ أنا حرمت حالي عشان أصرف عليكم. يا سلام، ومين اللي جابني؟ مين اللي جابني؟ مش أنت اللي جبتني على الحياة؟ مش أنت كنت سبب في قدومي للحياة؟ لا لا لا، معلش، اسمح لي، لا اسمح لي. أنت لما كنت تصرف علي كنت تصرف علي لأنك أنت أب، ولأن شعور الأبوة كان يفرض عليك ويعطيك شعور جميل. ابتسام طفلك في وجهك كانت تعني لك الدنيا وما فيها. لما تدخل من باب البيت وابنك يمشي بابا، هاي الشعور لا تقعد تحملنا، أنت أخذت حقك. لكن في المقابل كمان بنحكي مع الأبناء، الشيء اللي راح تقدمه لأبوك والطريقة اللي حتتعامل فيها مع أبوك راح ترجع لك في أولادك.
فلا تقعد تحمل جميل لأبوك، أنا والله شايل متحملهم كبروا وجعوا لي رأسي. لا تحمل جميل، ما حدش يحمل جميل لحدا، نحن أنانيون وكل ما نفعله في هذه الحياة يكون بشكل أناني، هاي طبيعة الإنسان، الإنسان دائما أناني. لكن هناك فرق بين إنسان عنده أنا جميلة مبنية على الإيثار، يفهم حقيقة الأمور، بيفهم إنه كأس الماء ولا الشاي لما أنا أقدمه لغيري هذا حب لذاتي، لأنه أنا سقيت شخص عطشان فأنا حبيت ذاتي. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، كل واحد حر بنيته. لا تدخلوا في نوايا الناس ولا تشقوا عن قلوبهم، ما حد عارف، بكفي polarization. polarization إنه الدكتور شكله والله أعلم شكله كذا من هذا الدين، والله الدكتور شكله من هذا الوضع. يا أخي شو بدك فيني؟ شو بدك اللي بقلبي؟ هاي شغلة بحاسبني عليها ربي. إذا طالما أنا لا طالع أعمل شيء حرام قدام الكاميرا ولا قاعد، أنت طول نهارنا قاعدين نحكم على الناس، طول نهارنا قاعدين ومنأشر على الناس، وهذا الأصبع اللي بتأشر فيه شوف كم أصبع، في ثلاث أصابع رايحين عليك، التهي بحالك، خليك أناني، اشتغل على حالك، ما حدا حينفعك، اشتغل على حالك، اشتغلوا على نفسكم. الفكرة الأخيرة اللي بدي أحكيها، ما بين الموت وتقبله وما بين تقبل فكرة أني أنا أناني بحيث أني أشتغل بطريقة مختلفة، طالما أنا أناني سأحب كل من حولي. أعطي الناس إذا كنت تحب نفسك، لأن العطاء إذا ضيعه الناس لن يضيعه الله. وهنا سأقول، ارفع توقعاتك واخفض توقعاتك. مرة تانية، ارفع توقعاتك، سقف التوقعات ارفعه وسقف التوقعات اخفضه. كيف يا دكتور؟ سقف التوقعات بالناس اخفضه للآخر، لا تتوقع شيء. طب ارفع سقف التوقعات في مين؟ في رب العالمين. استثمار مع ربنا ما بضيع. وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. رحمن رحيم، ملك، ملك الملوك، مالك الملك، ربنا اللي عنده خزائن السماوات والأرض. ارفعوا توقعاتكم بالله، لا ترفعوا توقعاتكم بالبشر. خلي عينك دائما على ذاتك، على حبك لذاتك، اللي إشي اللي عم تعمله الآن عم برجع لك، راجع لك، راجع لك. لا تضيع أجرك وتقعد تستنى، ما هو جوزي ما ابتسمش، ما عيدش علي، ما قاليش هابي بيرث داي ولا ما بعرف إيش. هاي هي فلسفة الحياة، قد تكون مبينة إنها بسيطة لكنها السهل الممتنع. مش كل الناس رح تمشي وراها ومش كل الناس حتعيش بهالطريقة، لكن نحن إيش بنعمل؟ منذكر. وأنا دائما بقول، أنا ما بجيب نص كتاب زي اللي بيجيب لي كتابة اللي بيقرأ الكتاب وبعدين بيجي بيحكي لك بناء على كتاب مش عارف إيش. لا، خلينا نحكي بالحياة. هاي الحياة، هاي أشياء اللي بتخوفنا، هاي تجربتي مع الناس، هاي تجربتي مع نفسي، هاي تجربتي مع الموت، هاي تجربتي مع حبي لذاتي. الإنسان يجب أن ينظر بهذه الطريقة دائما. هذا كل ما لدي أن أقوله. 2020 راح تنتهي وفي خط وهمي راح ينقلنا له ما يسمى ب 2021، لكنها كلها أيام. الفرق الوحيد أنت وين؟ أنت شو صار معك؟ لسه تفكيرك زي ما هو؟ لسه الجهاز اللي معطيك يا رب العالمين اللي مليان شغلات مش قادرين العلماء يوصلوا ويتحللوا جوه، تلافيف ومراكز و قديش عم تستخدم منه؟ 1%؟ وقديش عم تستخدم منه الواحد في المية لكم فترة زمنية؟ نفس الواحد في المية عم بيستخدمها صلوا 40 سنة، هي هي زي ما كانوا يقولوا دائما، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. وين صاروا هلأ؟ عند ربهم، سيحاسبوا على هذه الكلمة، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. نسأل الله يا رب إلنا وإلكم جميعا الهداية، وأن ينور طريقنا بالعلم والإيمان. وبهذا الترتيب نتمنى لكم إن شاء الله سنة جميلة وسعيدة. إن شاء الله نكون معكم غدا إذا الله راد مع نهاية السنة. ما زال التسجيل مفتوح حتى غد، حتى يوم الغد الساعة 12 بالليل راح نسكر التسجيل في مدرسة الحياة ولغة الجسد. بتشكر كل الناس اللي سجلت، وبتمنى أي شخص سجل معنا رجاء يا أخوان تواصلوا معنا، ردوا على الإيميلات، وكونوا متأكدين إنكم انضميتوا لصفحات التدريب على الفيسبوك. في صفحات إلنا خاصة للتدريب على الفيسبوك، تأكدوا إنكم تتواصلوا معنا عشان نضيفكم على هالصفحات، مش تسجل وتستنى، تواصل معنا وإن شاء الله مندلك على كل خير. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.